جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من الرياض تقول ميم نون ألف تسأل وتقول: هل يجوز أن أجري عملية تجميلية لأنفي المشوه إذ أنني أخجل كثيرا من وضعي، ولا سيما وبعض الناس لا يتورعون في الاستهزاء بي وقولهم أنت لن تتزوجي وحالك باق على هذا الوضع، كيف تنصحونها جزاكم الله خيرا شيخ صالح؟ انصحها بالعلاج إذا كان هناك علاج نافع لإزالة التشوه الذي في أنفها، فإنها تعالج وتزيل هذا التشوه، لا سيما إذا كان هذا التشوه ينفر الخطاب عنها فإنها تعالجه ولا شيء في ذلك. هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم.